يعني طبعا احنا بنتمنى من الرئيس القادم ان يعني المنظومه الصحيه تتحسن كتير شويه، يبقى في دعم مادي شويه للمنظومه الصحيه، يبقى يرفع مستوى معيشه الطبيب شويه عشان يحسن ان هو اصلا اداؤه في شغله. طبعا الميزانيه بتاعت الصحه او الجزء المحدد من الصحه من الميزانيه المفروض تزيد شويه، يعني الدول العالم كلها بقى ازيد مننا بكتير بمراحل، يعني في انجلترا اكتر من حوالي 12% او 15% تقريبا، مصر 3-4%، يعني دي حاجه ما تنفعش خالص يعني. بس احنا نتمنى طبعا يعني يبقى لينا دور كبير في الحياه السياسيه، يبقى لينا دور في يعني في المجتمع كويس، عشان كده احنا محتاجين يعني نحسن المستوى المعيشي للطبيب. مستوى المعيشة للطبيب ضعيف جدا 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 في مصر، وده ما ينفع.